الملك يوجه السبت خطابا للمغاربة وسط ترقب قسم مسؤولين فشلوا في قطاعتهما. يوجه الملك محمد السادس الأحد 21 غشت الجاري خطابا للشعب المغربي بمناسبة ذكرى عيد الشباب الذي يصادف عيد ميلاد عاهل البلاد، حيث سيكون في 21 غشت 2022. قد بلغ الملك محمد السادس من العمر 59 سنة، ويوجه الملك خطابا في هذه الذكرى، والمغرب قد دخل في تنزيل أوراش ضخمة غير مسبوقة تتعلق بتغطية صحية شاملة لكافة المغاربة في سابقة على مستوى القارية. كما تعرف المملكة المغربية طفرة على مستوى الانتعاش الاقتصادي بعد نهاية فترة الجائحة بفضل سياسة عاهل البلاد التي شكلت مصدر إلهام لعدد من دول العالم. توجت بإحداث أحد أضخم مصانع اللقاحات المخصصة لفيروس كورونا بالمملكة المغربية، وينتظر المهتمون والرأي العام الوطني مضامين الخطاب الملكي الذي يرتقب الجميع أن يكون حاملا لتوجيهات صارمة بخصوص تدبير على مستوى المؤسسات العمومية وتحسين جودة الخدمات الإدارية، خاصة مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وتسهيل تدفق الاستثمارات. نشكركم على حسن المتابعة.